محمد العنزي، ايش رايك في عدد اللاعبين الاجانب اللي موجودين في المونديال من الدوري السعودي؟ اعتقد انه عدد معقول يعني. اي نعم، انا اتفق انه كان يفترض يكون اكثر على القيمه السوقيه للانديه السعوديه وعلى الصرف الضخ المالي الكبير، لانه ولكن ايضا معيار اخر يعني، ما هو مثلا انضمام لاعب لمنتخب بلاده مقياس انه الافضل، او انه في بعض اللعيبه موجودين في دوريات يكونون افضل بكثير من اللعيبه المنضمين للمنتخب. مثل مين؟ رؤيات المدربين لا حول العالم، لا تدخلني في مشاكل الله يسلمك، لا تدخلني حول العالم. فانا اتكلم على جزئيه انه مو مقياس اختيار لاعب للمنتخب انه هو افضل الموجودين. احيانا تكون رؤيه للمدرب لدور معين يحتاجه، احيانا تكون رؤيه انه لظروف معينه امام حاسب حساب المنتخبات او الانديه اللي يقابلها، فبالتالي يكون الخيار على هذا الاساس. فبالتالي انا اقول انه القيمه السوقيه للدوري السعودي والصرف المالي والدعم الكبير من الدوله اعتقد كان يوازيه اختيارات افضل بكثير، مع ايماني الكامل انه مو كل من انضم للمنتخب، انا ما اتكلم عن المنتخب السعودي، اي منتخب حول العالم، يكون هو الافضل ومن يستحق. طيب انا بسالك سؤال، لاعب اجنبي مثلا في الدوري السعودي منتخبه مشارك في المونديال كان يفترض انه يكون موجود معه، مثل مين؟ في اسماء لاعب اجنبي؟ اي في اسماء لاعب اجنبي منتخبه مشارك كان مفترض انه يكون مع منتخبه. خذ من وجهه نظرك طبعا، هل في لاعبين في الدوري عندنا؟ انت تتحدث عن لاعب، انت تتحدث عن لاعب، خلينا من الدوري السعودي، انت تتحدث عن لاعب بقيمه محمد صلاح نفقده في المونديال، منتخبه مش مشارك. ايضا لما تبغى تسقطها على الدوري السعودي تبغى ايه؟ انا اقول لك انه انا اقصد منتخب بلاده المونديال، وفي لاعب عندنا في الدوري السعودي كان مفترض انه يكون موجود في المونديال مع منتخبه. أنا أتكلم على أيمن يحيى في المنتخب السعودي تحديدا، لمعرفتي لاعب أجنبي يا محمد العنزي. وأيضا حاجة لا أتكلم أجنبي. لا أنا مالي 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 ما في لاعب أجنبي منتخب بلاده تأهل وغير موجود، هو أساسا مو في قائمة المنتخب. يعني ما في لاعب مثلا منتخب بلاده تأهل للمونديال وكان هو في قائمة المنتخب وما اختاره، الا اللاعب التعاون توامبا. لحظة، كان عندك مدافع الهلال جانج، كوريا تأهلت وما انضم للمنتخب. صدقني لو الهلال مسموح له يسجل فترة، ما هو ممنوع من فترة، لما بقي هذا المدافع كان ماشي، فاضطر منع الهلال لمفاوضة هذا اللاعب وإبقائه. فبالتالي علي المسألة، احنا نتكلم مدافع الهلال في اوقات سابقة كان يقدم مستويات كبيرة، ولكن لا لازم نقر انه في السنوات الأخيرة تراجع مستواه. هذا يدل على انه مو ضروري انه الاسم، انت مستواك الفني هل يؤهلك او لا يؤهلك؟ فهذا المقياس. توامبا انا من وجهة نظري، يعني انت تتحدث عن توامبا وابو بكر، ابو توامبا متوفق في الدوري السعودي بشكل كبير ويسجل وحاضر حضور قوي ودائما في قائمه الهدافين، ونجده ابو بكر يلعب على حساب توامبا. يعني القيمه الفنيه لابو بكر عاليه جدا، ولكنه لم يتوفق مع نادي النصر، او لا زال ابو بكر لم يقدم نفسه بشكل كبير. فاعتقد في نهايه الامر هناك قناعات للمدربين مختلفه، احيانا نشاهد شيء. أنا من وجهة نظري لما تقول لي الآن توامبا ولا أبو بكر، أقول لك على المستوى التسجيل وعلى مستوى توامبا، تجد توامبا خارج القائمة وأبو بكر هو المفضل للمدرب. إذا المدرب يرى أشياء حنا ما نراها، وله أدوار مختلفة، وهذا لا يلغي أنه أبو بكر لاعب ذو قيمة عالية. أبو بكر نجم من نجوم بطولة أمم أفريقيا الماضية، وكان عنصر بارز في منتخب